السعيد وأجواء الفرحة ما عليكم كن تكلمونا على 70-035-120 وعيد على العزيز عليك والحياة فم تفرح بيك وإن شاء الله عيدكم مبروك على الحياة فم سبيسيال عيد مازال متواصل معاكم حتى النص نهار. نسلموا عليكم الناس الكل اللي رحبوا بالعباد اللي مازالوا كيلتحقوا بينا من جديد. دونك مازلنا مواصلين معاكم كما قلت في البدايه حتى النص نهار. مرحبا بتليفوناتكم، مرحبا بتفاعلاتكم. الناس الكل اذا كان عندكم حد عزيز عليكم تحبوا تكلموه تهنيوه بعيد الفطر المبارك تنجموا تتواصلوا معنا وتنجموا تتصلوا بينا على رقمنا كما العاده على 70-035-120 خليوا لي كومنتر نتاعكم، فعل لي فيديو لايف اللي مشوا ديجا على الباج فيسبوك بتاعنا الحياه فهم سينوم نوف اللي يقول لي عنا تليفون. دونك الو اهلا وسهلا ومرحبا، صباح النور. صباح النور، عيدك مبروك. عيدك مبارك يا لاله، كل عام وانت حيه بخير. يعيشك سنين دائما يا ربي، ربي يحييكم ونسالك. يعيشك يا لاله، خلينا نتعرفوا عليك. انا بودور جراي من القروين. مرحبا بيك يا لاله، مرحبا يا بودور، تسمع فينا من القروين. دونك كيفاش تعدي لك اول نهار في عيد الفطر المبارك؟ خلينا ناخذوا فكره كيفاش تعدي لك البارح. والله نهار مزيان الحمد لله يا ربي، عيدنا على الاحباب والاصحاب الفامي الكل كها كيف العيد الكل؟ نهار عيد ديما يكون نهار فرحة، وأكيد يكون نهار ديما سبيسيال، وما يمات العيد بصفة عامة ديما يكون سبيسيال، سينو يمات شهر سيدي رمضان تعدى سافا لاباس. سافا الحمد لله، ديجا الكل معناتها جينا خفيف السنة هذه، نتفقوا عليه العباد الكل معناها الحمد لله. هو راهو ديما خفيف شهر سيدي رمضان، هو ديما حتى كيف بالضبط، هو حتى كيف يخرج ديما يخلي بلاست. وسينو بدور على شكون تحب تسلم، على شكون تحب تهني بمناسبة عيد الفطر المبارك؟ نحب نسلم على أمي ربي يفضلها لي، عماتي على رأسهم عمتي بسمة وعمتي بايا ليوان، عمي محمد ليوان، ونقول له ربي فضلك وبالحق بعد بابا لقيتك أنت، ربي فضلك وربي يحيك بخير. على عمي ناجح، عمتي كل، خالتي، صديقتي بيا بدر، اخواتي كل، عاطف، نوفل، مالك، ايمن، وعليكم انتم بيان سيور، على الناس اللي تعرفني كل اصدقائي واحبابي. يا لله ان شاء الله ربي يفضل، يا لله ربي يفضل لك العائله كل، ربي يفضلهم لك الكل، وان شاء الله ربي يفضلك زاد انت لهم. سينو ربي يفضل عايش. يعيشك يا لله، سينو يعطيك صحه يا بودور، شكرا لك لله على هذا الاتصال. مره اخرى نقول لك ان شاء الله عيدك مبارك ليك انت والكل العائله نتاعك، يعطيك الصحه لله، شكرا ليك بدور. شكرا يا بدور. دونك بدور كانت معنا مباشره عبر الهاتف، زاد انت اللي تسمع فيا توا اذا كان عندك حد تحب تهنيه بمناسبه عيد الفطر المبارك نجم تكلمنا على 70-035-120. احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار في برنامجكم سبيسيال عيد من توا حتى النص نهار، خليكم ديما برونشي، خليكم ديما في الاستماع. احمد شريف عيني في عينك ورجعين بعد شويه. 40 دقيقة بعد 9، سلموا عليكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا، نعاودوا نصبحوا على العباد اللي مازالوا كيلتحقوا بنا من جديد. هذا هو برنامجكم سبيسيال عيد. العيد على الحياة فان تقربك من بعيد، باش نشارككم فرحة العيد وأجواء الفرحة ما عليكم كان تكلمونا على 70-035-120 وعيد على العزيز عليك والحياة فان تفرح بيك وإن شاء الله عيدكم مبروك على الحياة فان. عايد على عزيز عليك، تتواصلوا معنا على 70-035-120 اذا كان تحبوا تعايدوا على العباد العزيز عليكم، اذا كان تحبوا تعايدوا على عائلاتكم احبابكم واصحابكم تنجموا تتواصلوا معنا. نعاود نذكركم 70-035-120 سينوت، تنجموا تخليوا لي كومنتر نتاعكم على فيديو لايف اللي يمشيوا على الباج فيسبوك نتاعنا الحياه فهم سينوم. في نقطه خارجيه تحضر معنا مباشره زميلتنا انس الهمامي موجوده في مقام ابي زمع البلوي. انس صباح النور، مرحبا. صباح النور حسين، صباح الخير. انا تو متواجده في مقام الجامعة البلوي، بحضية شكون هكا كتحب تتحاور معها شويه. انس باش نكونوا واضحين، الصوت ضعيف يا انس، تسمع فيا؟ اي نسمع فيك انس، الصوت ضعيف شويه، اذا كانت علينا شويه في صوتك. باهي نسمع فيك. سافا هكا، يعطيك الصحه. ايوه كمل. وي حسين، الصوت مازال ضعيف. انس انس برامون فما مشكل نتاع تغطيه، ما نعرفش مشكل نتاع تغطيه ولا مشكل اذا كان مركبه الكيت. نعاودوا يا انس، تسمع فيا؟ اي نسمع فيك توا.
به نعاودوا نتواصلوا معك أنس من جديد باش ناخذوا من عندك فكرة على الأجواء عموما في مقام أبي زمعة البلوي. كما نعرف الناس كل أنه عدد من العائلات القيروانية ما زالت محافظة على هذه العادة، العادة اللي تتمثل أنه من نهار العيد نهار ثاني عيد يهزوا صغيراتهم ويقوموا بزيارات عديدة بما فيهم زيارة مقام أبي زمعة البلوي وزيارة عدد من المعالم الأخرى. سيد السحبي نزوروه في مختلف المحافل الدينية، خلينا نقوله ديما في الأعياد في المناسبات في المولد نلقاو عدد من الزوار وعدد من العائلات القيروانية اللي مازالت محافظة على هذه العادة. خلينا نرجع مرة أخرى للسيد السحبي تحضر معنا مرة أخرى. أنس أنس سهلا وسهلا مرحبا. صباح النور سيد. أيوة مرحبا لالا. مرحبا بك، انا تم متواجده في مقام ابي زمعة البلوي سيد صاحبي. دونك حبيت كيما ترى هكا الاجواء تاع العيد حتى اليوم الثاني عيد مازال تجي وتعيد وتزور. دونك نخلوها هكا حد موطن يطول لي سيد صاحبي عصيمة سي عزيز نحوي. هيا صباح النور. مرحبا بك يا سيدي. ان شاء الله عيدك مبارك، ان شاء الله عيد مبروك ليك ولكافة العائلة ان شاء الله. يا عايش يا سيدي مرحبا بك على موجة إذاعة الحياة فهم. دونك انت موجود في مقام أبي زمعة البلوي، ما زلت محافظ على هذه العادة أنه في الأعياد والمناسبات تقوم بالزيارات؟ واضح. سينو الزيارة هذه معناها مازلنا محافظين عليها العادة هذه في القيروانية، نقوم بزيارات مقام أبي زمعة البلوي، تجيب صغيراتك تجيب العائلة تعملوا التصويرات. دونك يعطيك صحة سيدي أنه نبقاو لازمنا نبقاو محافظين على مثل هذه العادات. سينو الجو العام، الجو العام في مقام أبي زمعة البلوي كيفاش؟ به خليني نسألك على العيد تا وندردش معك شوي، كيفاش تعديلك أول نهار في العيد ثاني نهار اليوم؟ دونك كيفاش كانت الأجواء عندك اللمة العائلية جو حذاك الأحباب الأصحاب العائلة مشيت قمت بزيارات؟ والله جو بيت وبيت والحمد لله ما شاء الله. يا الله وصل على النبي. واضح الله وصل يعني بي إن شاء الله ديما سيدي ملمومين وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. شهر سيدي رمضان كيفاش تعديلك؟ والله نبدا هيك هو كهو شهر سيدي رمضان وديما ضيف خفيف في ساعة ما يتعدى. إن شاء الله ربي يثبتنا وإن شاء الله صوم مقبول وذنب مغفور. سيدي شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا شكرا لك يعطيك ألف صحة. نرجو معك أنت يونس. دونك نخدم عندك فكرة على الأجواء عموما في مقام أبي زمعة البلوي. تبارك الله قاعدين نشوفوا في نوع من الحركية كما قلت في البداية. كما قلنا يعني أنسى عدد من العائلات القيروانية ما زالت محافظة على عادة الزيارات في مقام أبي زمعة البلوي. يا أنس تسمع فيا؟ ايوه الاجواء لالا عموما لا خطر الاجواء بالمواصله بمزيد تزور تجينا عايد عايد هنا كيما نولي بها كاجواء العبيد تدخل تصلي لهنا ايوه هذه الاجواء يعني عموما خلينا نقولوا في مقام ابي زمعة البلوي. احنا قاعدين نشوفوا في الزهر فهمتنيش ولا اللي داخل باش يقرا الفاتحه كيما العاده يحطوا له الزهر. دونك هذا هو جونا في القروان، هذا هو الجو العام في مقام ابي زمعة البلوي. عدد كبير من العائلات اللي مازالوا يتوافدوا على هذا المقام. دونك يعطيك الصحه يا اون سينو قدام المقام ابي زمعة البلوي شنو هو الجو شنو هي الاجواء؟ بيه مع الإذاعة يا أنس وي حسين خلينا أيوة. حتى نشوف لك هكا شكون زيد يدخل شوية على شوية وكل باهي لالا مرحبا. الخط مازال مفتوح بالنسبة ليك أنس. أونتر تون خليني نعاود نذكر العباد اللي يسمعوا فينا. دونك مهم جدا المحافظة على العادات والتقاليد، لكن في علاقة بعمليات الختان لازمني نعاود نذكر العباد اللي يسمعوا فينا توا راهو فما أهل اختصاص هما اللي يقوموا بعمليات الختان. راهو عندنا مصحات خاصة، عندنا مستشفيات، عندنا
أطباء يقوموا بعملية الختان. دونك فما يعني بعض العائلات اللي مازالوا يمشيوا يقوموا بعملية الختان نوعا ما نقولوا احنا العشوائية، وهذه تعتبر حاجة غير صحية، معناها خلينا نقولوها بصريح العبارة. دونك العائلات اللي يسمعوا فينا توا واللي خموا في عملية الختان بالنسبة لصغيراتهم، راهو لازمكم تمشيوا، فما ناس أهل اختصاص هم اللي يقوموا بهذه العملية كما قلنا من بعض المصحات الخاصة على مستوى ولاية القيروان، المستشفيات نتاعنا وعدد مننا الأطباء. دونك ماذا بينا لو كان نلقاو، معناها لازمنا ديما نلقاو الحلول بالنسبة لصغيراتنا خاصة في النقطة هذه. سينا أونس إذا كان مازلت موجودة معنا. به سينو أونس أونس مع حسين. أيوة الحقيقة اليوم نقيت بس الزياج من بس البيس. أيوة معايا هكا مدام قاعدة تعدي في الليل صحبي. أيوة اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي. أيوة مرحبا بكم معها كلمة. به عسلمة عسلامة يا للا، عيدك مبروك. كل عام يا سيدي. مرحبا بيك، كان نغزل لك قاعدة تعبي في الماء من السيد. اي انت من تونس. اي باهي مرحبا، جيتنا من تونس انت. اي اي مرحبا بيك يا للا. كيفاش ريت الجو العام في القروان؟ والله انت تخبط بالكيت. اه اول مرة تزور القروان ولا جيت قبل؟ لا انا فهمت. اوكي ممتاز 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 ممتاز. شنو وريت الجو توا في القروان؟ شنو وريت الجو في مقام ابي زمعة البلوى؟ انا قاعدين نغزروا ان شاء الله ان شاء الله ديما حافله. جبت معاك العائله، جبتوا لهنا باش تقوموا بزياره، معناها وباش تزوروا العائله في القروان. اي ممتاز. لا لا علاش كنت تحب تسلم؟ اي وعلاش كنت تحب تعايد؟ نوجه تحية لتونس الكل، احنا لما حالة واضح يا للا. يعطيك ألف صحة، شكرا شكرا ليك. فما شكون اي انت تعرفوا بيه خلينا نروح على الصغار. هيا عيدك مبروك يا باب. الو انا جيت من سوسه. مشكل فطرتي عند اقول الو. ايوه هاي رجعت. اهلا وسهلا يا سيدي، عيدك مبروك علينا وعليك. اي عايشك يا سيدي. شنو جيت تقوم بزياره لمقام ابي زمعة البلوي؟ اي هاي آه. باش ني ريت الاجواء، عجبك الجو؟ كيفاش ريت الاجواء؟ ايوا اسبق لك وانك زرته قبل ولا اول مره هذا؟ ديما مره جيتو. اها ديما مع ديما نحب نزيد نحب نزيد ما جيت جدي. اها جيت تعايد على جيت تعايد على عائله، قلت خليني نتعدى نعمل زياره المقام بزمعة البلوي. اها محلي اخوك، انا قاعدين نشوفوا فيه العباد اللي يسمعوا فينا توا في المباشر، تنجم تدخل الصفحه الرسميه نتاعنا تتابعوا الفيديو لايف اللي قاعد يمشي ديجا على الباج فيسبوك نتاعنا الحياه اف ام. سينو كيفاش ريت الجو في سيد السحبي؟ الجو محلي ايه برشا ايه برشا. ايوا سينو علاش كنت تحب تعيد؟ اي نحب نعيد على امي توا في دبي. أيوة. أحب أسمع على أخواتي وعلى عموماتي ونوجه تحية كل تونس يحب يزور سيد صاحبي، كل أجنبي يحب يزور صاحبي. يعطيك الصحة يعطيك الصحة سيدي، واحنا زاد نوجه لك تحية كبيرة 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 برشا من هنا من إذاعة الحياة فهم. مرحبا بكل زوار ولاية القيروان، مرحبا بكم الناس الكل. أنس تبارك الله قاعدين نشوفوا في الجو حافل في مقام أبي زمعة البلوي. ما شاء الله الجو حافل والعباد مازالت هكا جاية كيما نوريك هكا شوية حبشي من البيت. ما شاء الله عائلات عائلات ناس عمي فما هكا كل إن شاء الله ان شاء الله ديما فرحانين يا للا، وفرحه العيد راهي فرحه كبيره برشا. دونك حتى من الفرحه قاعدين نشوفوا فيها في وجوه العباد اللي قاعده تقوم بالزيارات سيد السحبي والعباد اللي موجودين قدامك تبارك الله. واللبسه اللبسه 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 محليها نتاع الصغيرات، لبسه العيد ديما عندها طابع خاص. ما شاء الله
ما شاء الله ديما لحقت تقول وين حفله في عيد في كل شيء ان شاء الله تبقى هكا ديما حفله تسيه لي مشكل يعطيك صحه يعطيك صحه يا لاله يعطيك صحه وفيتي وكفيتي شكرا لك يا انس يعطيك الف صحه انس الهمامي كانت معنا مباشره من مقام ابي زمعه البلوي كما قلنا عدد من العائلات مازالت محافظه على هذه العاده العاده الزيارات وخاصه زياره مقام سيدي الصحبي يعني خاصه في الاحتفالات والمناسبات الدينيه هذه عاده قيروانيه مازالوا محافظين عليها كما قلنا عدد من العائلات سينا احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار في برنامجكم سبيسيال عيد هذه الرحله اللي تتواصل معاكم حتى النص نهار هذاك علاش نقول لكم خليكم ديما برونشي خليكم ديما في الاستماع تتواصلوا معنا 70 035 120 مرحبا بتليفوناتكم العباد اللي يحبوا يهنيوا العباد العزيز عليهم كلمونا على 70 035 120 لطفي بوشناقي يا مزين الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة العيد على الحياة فان اتقربت من البعيد باش نشارككم فرحة العيد وأجواء الفرحة ما عليكم كان تكلمونا على 70 035 120 70 035 120 وعيد على العزيز عليك والحياة فان تفرح بيك وإن شاء الله عيدكم مبروك على الحياة فان انت زاده كانت تحب تعايد على العباد العزيز عليك كلمنا على 70 035 120 عاد نسلموا على العباد اللي مازالوا كيلتحقوا بنا من جديد نسلموا عليكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار في برنامجكم سبيسيال عيد حتى النص نهار هذاك علاش الاولاد يقولوا لي انه معنا تليفون الو اهلا وسهلا ومرحبا عسلامه مرحبا بك لاله اهلا وسهلا ان شاء الله عيدكم مبروك توت ليكيب نتاع اذاعه الحياه فهم مرحبا يا ربي ان شاء الله العيد يكون ليكم بالصحه وبالفرح يا عايش كلالا ان شاء الله عيدك مبارك ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير خلينا نتعرفوا عليكم منين تسمع فينا ومنين تكلم فينا خلود من لافايت الحريه اهلا وسهلا مرحبا بك يا خلود ان شاء الله لالا عيدك مبارك ليك ولكافه العائله سينو نقول لك كيفاش تعدى لك اول نهار في العيد اي ولي أول نهار تعدى بالفرحة بالأجواء اللي فقدناها طيلة عامين متاع كورونا مع الأسف ما تعدى بالفرحة لحقيقة حتى خرجت للشارع شفت الأولاد معناتها الصغار فرحين لبسة العيد والفرحة بتبش العيد ولو عب متاع العيد إذا كيف أي أكثر حاجة فرحت فيها إنه العباد اللي يخدموا في تونس واللي عائلتهم خارج ولاية تونس خارج تونس نجموا يتنقلوا ونجموا يشوفوا عائلتهم اي بارابور العوام اللي فاتوا في علاقه بك الاجراءات الوقائيه في بالضبط الاجراءات الوقائيه في علاقه بفيروس كورونا الحقيقه سنه تنفسنا السعداء نوعا ما لكن هذا ما يمنعش انه زاد لازمنا ديما نردوا بين على روحنا ديما لازمنا بالضبط بالضبط هذا هو ايوه دونك على شكون تحب تعيد على شكون تحب تسلم على شكون تحب توصل له ديديكاس نسلم على الزملاء الكل اللي تعبوا معايا في رمضان تحية ليهم نسلم على زميلتي رحمة الفرشيشي دورساف إيناس جيبسي كل الزملاء تحية ليهم يا رب إن شاء الله يكون العيد مبارك ليهم غدوة العودة إن شاء الله أيوة. غدوة ترجعوا للعمل عاد إن شاء الله غدوة للعمل إن شاء الله الله مستعان أيوة. الله مستعان أكيد ونسلم على صديقتي نرجس نسلم على عائلتي الكل اللي يسمعوا فيا ونسلم بيانسور نسلم على صديقتي في الخارج وميمة تحية ليها ونهدي لها غنية دقية مزيكا رمي عايش إذا كان موجود بحول الله موجودة ونوفل بحول الله ينفذ لك خلينا نقول الطلب اللي طلبته وانت رمي عايش دقية مزيكا نوفل دونك إن شاء الله يا من هلك الغنية اللي طلبتها سينو احنا زادة نقول لك إن شاء الله عيد مبارك ليك والعائلة امتاعك كل وكل أحبابك واصحابك خليني نسألك أشهر سيدي رمضان كيفاش تعدى الكلل شهر سيدي رمضان بين الخدمة والدار شهر سيدي رمضان بالحق إن السحرة والعيد نفرحوا فيه أما إن شهر رمضان يعجبني في برشا حاجات شهر العبادة شهر التقوى شهر القرآن الكريم بالحق البركة تنزل في رمضان
قداش مخليها لما في رمضان وبربي بربي حتى كي نعاون ولا باش نصدقوا حاجة من غير شهر رمضان راه في يعني نصدقوا في الأيامات الكل خاطر شي ذيك صدقة جارية وباش تمشي بيان سور بالضبط وخيرش من الدعاء الخير كوسوا في الافطار ولا في رمضان ان شاء الله يا ربي كيف متعب خلود 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 انت طلب الطلب ونوفل وفي لك الطلب بتاعك دونك هذه الغنية دق دق يا مزيكا وباش نرجع معك هذه الغنية اللي باش نخرجوا بها بعد شويه ان شاء الله خلود الغنية اللي طلبتها انت سينو نواصلوا معك ال اكيد ما قلت راه شهر رمضان بالحق كانوا في برشا حاجات هايلين وان شاء الله كيف ما رمضان زي 30 يوم تعدى سبا ان شاء الله يا ربي الاعوام الجايه تعدى سبا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وابخبوره ورمضان الحقيقه ما تعبنيش يا ربي رمضان ما فيهوش تعب بالعكس باهي تعب في رمضان لخاطرش راه اجر ليا. هذا هو هذا هو. ليلى يعطيك الف صحه احنا زاد نوجه لك تحيه ونعيدوا عليك ونقول لك ان شاء الله عيدك مبروك ليك وللعائله الكل ولكافه زملائك وزميلاتك زاد اللي انت زاد كيف كيف هنيتهم بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك. خلود يعطيك الصحه ليلى وشكرا ليك وهذه الغنيه اللي باش نخرجوا بها دقي يا مزيكا رامي عايش اهداء من خلود لصديقتها. اهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا من جديد نسلم عليكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار في سبيسيال عيد حتى النص نهار باش نحكيو شويه على الاعياد باش نحكيو شويه على العادات القيروانيه خاصه في عيد الفطر المبارك هذاك علاش الى جنبي وتحضر بجنبي مدام نجيبه النخلي يا لله مرحبا وان شاء الله عيدك مبروك كل عام وانت حيات بخير يا حسام كل عام كل الأمة الإسلامية بخير الأولاد واللي يسمعوا فينا والناس الكل يا رب إن شاء الله ان شاء الله يا ليلى ان شاء الله كل عام وانت حي بخير ان شاء الله عيد مبارك ليك وللعائله كل ان شاء الله عيد مبارك لكل التونسيات والتونسيين وكافه الامه الاسلاميه نحكيوا شويه على العادات القيروانيه خاصه بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك شنو هي كيفاش كان عيد قبل كيفاش ولا العيد توا شنو هي العادات اللي مازلنا محافظين عليها لهنا في ولايه القيروان وشنو هي العادات اللي اندثرت نوعا ما خاصه داخل العائله القيروانيه في كل بلاد في كل بقعة بقى التفاصيل نتاع الاحتفال نتاعو هي اللي تتغير من زمان لزمان وكما المستجدات اللي تصير توا والقراية وحكم الخدمة زادة ثم برشا حاجات اللي تأثر في اللحمة نتاع العيلة ولمتها لكن اللي هو قعد معناها راسخ وما يتبدلش هو أكل لما متاع حتى مشوار العيد الأولاني بقينا التفاصيل والتحضيرات وكل صنع الحلو وهز الكوشة وحطنا طبق فوق اللي ما وتمشي بيه للكوشة وتكتب هذي طبق دار فلان هذوما كل هذوما براتيكمون معناها مش ما نقولوش اندثروا لكن ما عادش محافظين عليهم كيما قبل معناها توا العباد وليت الطيب في ديارها ما عادش تهز الكوش فما اللي ياخذ الحاضر بون احنا ماناش ضد هذا لكن فما خصوصيه فما النكهه نتاع حل الحلو في الدار يلم حتى شمل العيله القاعده هو نكهه حل الحلو في الدار ونكهه الصغيرات اللي يهزوا طبقات للكوشه ونحن مروحين من الكوشه كل واحد يذوق من طبق جارو دونك هذه الحاجه اللي بدينا نفقدوها نوعا ما ترجع يا حسين مصاب ترجع بالحق خاطر هي نوع من التواصل الروحاني مش بالكلام لكن كي تمد لي صحن الحلو ونمد لك ونعطيك ونذوقك وتذوقني راهي فيها حاجه معناها نابعه من القلب وتوصل من القلب للقلب بالضبط بالضبط هذا هو دونك هذه من الحاجات اللي قاعده تنقص بشوي بشوي على مستوى ولايه القيروان في علاقه بحلو العيد في علاقه بالكوش اللي نهزوا لهم الطبقات كما قلنا في الـ في الـ في البدايه لكن فما بعض العادات الاخرى زاد اللي قاعده تفقد في الرونق نتاعها فما عادات فقدت شوية الرونق نتاعها مثلا عندنا قبل في العادات يا حسام ليلة العيد ايوه اللي توفى له فك العام هذاك ميت معناها نقولوا نحن قبل بشهر باثنين للجيران والاحباب والاصحاب يمشيوا يتلموا في دار اكل الميت هذاك علاش؟
لأنه كان إنسان سند عزيز خو بو أم ما فيها باس كيف معناها نحسو اللي راك مش وحدك في العيد هذايا رانا نحن معاك معناها المعنى روحاني أكثر منه مادي ولا بالضبط تتلمح ولو أنه العادة هذه مازلنا محافظين عليها في عدد من المعتمديات التابعين لولاية القيروان جميل جدا مازلنا محافظين عليها فما عدد من المعتمديات أنه وقت اللي يتوفى الميت في أول عيد هم يقولوا عيد أولو يتلموا الأحباب الأصحاب الجيران العائلة تتلم في دار الميت هذاك ليلة العيد الناس كل تتلم وحتى نهار العيد هذا كيف كيف بعد صلاة العيد الناس كل تتلم في الدار في كما قلت أنت يعني اللي هي تتسمى احنا نسميوها عيد أولو يقول لك فلان الله يرحمه عيد ما نخليوش عيدته منكوبة في العيد أولو بالضبط هذا هو شوية في القروان ما قعدتش باش الحقيقة نتاع ربي فما عائلات محافظة لكن خلينا نرجع شوية احنا قبل تحضيرات عيد الفطر المبارك كيفاش كانت كيفاش كانت العائلة القيروانية تحضر لعيد الفطر المبارك التحضيرات الاستعدادات لعيد الفطر على مستوى ولاية القيروان كيفاش كانت وشنو اللي تغير تو خلينا نحكي قبل أيوة. قبل معناها نحكي لك معناها في أوائل القرن التاسع عشر أيوة وني انا ما كنتش حاضره يعني ياسر باش نعملوا رحله تو احنا مع بعض في الزمن واضح في الزمن الجميل ان شاء الله ديما يقعد كل وقت جميل قبل يا حسين ولدي ايوا قبل بنص شهر كيك من ليله النص نقولوا أيوة. نحن ايوا تبدا العائلات والجيران والفاميليا وحتى العائله الموسعه أيوة. الليله في دار فطومه مش يتحلح له غدوة في دار عائشة بعد غدوة في دار فاطمة في دار سلفي في دار لوستي اقصاع كما تعرف القراوة الاقصاع النحاس والطبقات النحاس وتتلمك العيلة ما بين الضحكة والتفدليكة والنبزة والغش وبعد يرجعوا يتراضعوا وهما يحلوا في الحلو معناها عبارة مشهد صورة فنية ويتحل الحلو اليوم عندي وغدوة عندك وبعد كل واحد يذوق من 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 صحنه انت روحك باهيه محليش حلوك شي خفيف يهبل انت مكشيشه ها جاي نقص السكر ويضل يزط فهمتك الرونق هذاك أيوة. ويخرج منه للقليل ولليتام أيوة. والعزوزه اللي ما عندها حد جاره ويخرج منه للطبال اللي كان يجي من ليلة 27 يبدا يدور على الحوم باش يلم معناها صحنة الحلو أيوة. حتى الفلوس فما شكون يعطيه صحيح صحيح وفما شكون القراوة نحن نستقبلوا البرانية حتى ما نعرفوهمش اللي يجيو مش يصليوا في الجامع الكبير وما عنده موني خاصة ليلة 27 هو بون كانت قبل تحفل من ليلة النص وارجع حتى ليلة العيد كانت تجينا برشا زوار ولو انه فما عدد من الزوار مازالوا محافظين على العادة هذه ويجيو كل عام وذي الحاجة اللي تفرحنا على الأقل واللي يعجبك بالحق ما هوش معناها كما نقولها مبالغة حتى عائلات ما نعرفوهم الشراء دقوا علينا الباب يا مالي الدار اتفضل بين ظفرين براني ما براني كان الشيطان أما يتسمى براني يعني ضيف على القوة على كلمة ضيف نقولوا نحن برا مرحبا يا ضيف ربي اتفضل تتحل البيت تتفرش الفروشات الحجام ويتحلوا الفروشات من طبيقهم حتى الضيف جاي ضيف ربي بعثه لنا ربي باش يجي ويشق الفطر واذا لزم يعدي 3 ايام من 27 حتى للعيد والحمد لله يا ربي قعدت فما حاجه اخرى زاده قبل العيد تتدهن الديار وتتدهن الجوامع بالجير العربي قبل والضوء معناها يكون فما اللي تدخل المدينه تشوف الضوء كيفاش معناها تتبدل حتى السلطات المحليه اذا كانت تخدم في خدمه كبيره برشا بالضبط كانوا اللوان بيبدلوهم جدد وكانت اللي يقوموا بعملية تسويق خاصة الأسواق نتاعنا والمدينة العربي بالضبط كانت فما برشا حاجات بدينا نفقدوا فيهم بشوي خاصة في علاقة بدهينة الديار كانوا يجيروا قبل بالجير العربي الجير العربي وقال لك هذاك فيه دواء معناها يقتل البكتيريات نوع من البكتيريات الجراثيم اللي تمس حتى تسبب في البرودة فيه معناها مادة باهية وسط الجير يا حسام قبل خرج من دار حسام يمشي لدار طاهر يمشي لدار معناها اللي يجي بيض ما يخرج من الحومة إلا ممتاز. كاملة كلها مبيضة ما عندكش أنت أنا ندفع عليك الفايدة شفتك اللي معناها اللحمة والتضامن مفهوم التضامن بالضبط وتبت الدنيا الكل منورة وكل لون بمتاع التريسيت يقولوه مقبل الصفرة والحمرة وضلوا شرايط مع القيد شرايط بالضبط رونق آخر الحقيقة هما المحالة فما حاجات احنا فقدناهم ولو انه فما عدد من الأحياء على مستوى الهني على الأقل مدينة القيروان
قيروان وولايه قيروان ككل، حتى في المعتمديات راهو مازال موجود، مازالت العباد تذوق بعضها ومازالت العباد تعطي معناها انا نذوق جاري من الحلو نتاعي وجاري ذوقني، ومازالوا فما عدد من العائلات مازالوا محافظين على العاده هذه، وحتى لما زاد كيف كيف فما عدد من العائلات وعدد من في عدد من الاحياء زاد كيف كيف الجيران اللي يتعاونوا في حلال الحلو واللي يتعاونوا، هذه مازالت موجوده لكن قلت برابور قلت على نقول احنا الانتير ولا معناها الربع الحقيقه نتاع ربي ما ننكروش هذا بحكم توا ولتها الاحياء العصريه كيما البلايس منصوره لا فهاجه معناها البيبان مسكره وكل واحد على روحه وهكا ما تنجمش تصيرك معناها اللمه قبل البيبان محلوله تبدا مشرعة في رمضان راي ما فماش تسكير بيبان يمكن زاد مشاغل الحياه خلت العباد تبعد شويه على بعضها زاد معناها ما عادش فما اللمه برشا والله ما هيش تعلى مشاغل الحياه هذه بريتكست كما نقولوا نحن نتسبوا به اللي يحب يوصل لحاجه يعملها يعملها واذا هي تدخل في خانه صله الرحم زاد كيف كيف دونك معناها مهم جدا انه اليوم كيف نهز صغاري نمشي لدار جاري ونتعاون وجاري يجيب حذاء ويجيب صغار ونتعاون معناها شوف انت الحاجه اللي باش نجم نربي عليها الصغيرات معناها كيف يشوفونا في فك التعاون هذاك اللي قاعدين نتعاونوا فيه مع بعضنا والا العائله كل مع بعضها كما كنت تحكي انت توا معناها كل مره يصير حلال حلو في 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 دار من الديار في العائله ذيك الناس كل تتعاون مع بعضها دونك شوف انت العلاقه اللي باش تتربط ساعه بين العائله في بعضها والصغيرات هذوك كيف بالضبط هي معناها حركات تتمرر وتتنقش في ذاكرتك الصغيره ذيك نحن نراوها مجرد معناها حاجات تتعمل لكن هي نقش على ذاكرتك الصغير اللي هو مش يتبناها بعد ويولي هو بيده يعملها ويمررها اذا هي حاجات تتمرر واذا نحن نعملوا ريبتور معناها قصة كما هكا وما عادش إيش مش نخلفه شنو نستناه من الأجيال يا حسام اللي جاية بالنسبة للعائلات اللي قصت هالعادة دي شنو ننتظروا منها نقطة استفادة سينو شنو حضرت لنا أنت اليوم أنت قلت لي حضرت لكم حاجة هكا مزيانة نص حضرته لنا نص بطبيعة كتابتك أنت هذا مما لا شك هذا مما لا شك فيه في علاقة بالعادات القيروانية في عيد الفطر نورمالمون زاد باش نعملوا كونكليزيون على خاطر فما برشا حاجات تبدل فما حاجات دخلوا علينا جدد لانه زاد احنا لازمنا نواكبوا العصر ولانه احنا عرفنا نستغلوا الحاجات الجديده هذه كما مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت بصفه عامه لان احنا عرفنا نواكبوها كوم الفو والا لا واكبناها بطريقه غلطه وخليتنا ان نفقدوا اكل العلاقات الاجتماعيه والاسريه والعائليه دونك برشا حاجات اكيد باش نتعرفوا عليهم من خلالك انت عايشك هيا نقرا هيا لله يبارك لك هيا بسم الله بدينا وعلى سيد النبي صلينا عليه ألف صلاة وسلام. حكايتنا ونصنا اليوم يقول عروسة ونافسة وليلة عيد. المثل متاعنا معروف وسره موصوف والقراوة الكل يعرفوه ويستبشروا به كل خير. نقول محلى نسيم الفجرية كيف تهب روايح العيد على الدار العربية مع تشقشيق الماء في سطيل الماجد مطفطف بارد مبارك من خير نزلوا المولى من السماء. توضاتم يا حبيبة وقربت البريق واليان لسي بكر باش يقصد ربي يذن لصلاة العيد مادام حضرت هي عالة القهوة وعمرت المجمارة وحضرت البخور والصلاة والسلام على الهادي الرسول الجامع على كيل كيلو يموج موجان بالمصلين فما ريحة مش مفهومة تتشم من العباد تتشم من الأبعاد ريحة العيد المعلومة ريحة المحبة والصفاء اللي خارجة من صندوق عجب ريحة السلام اللي خارجة من القلب نهار العيد القروان تلبس حلة بيضة عروسة الإيمان قطعة مباركة من أرض السر والبرهان عطرها هو التوكل على العالي وثيقة ناسها في الرحمن روحتهم يا حبيبة وشعلت المجيمرة ورمات طريف البخور وعطرت الدار بالوشق والدات وحضرت المهبة والملوخية لأولاد أولادها وقعدت هي والسي بكار تتحدث على المصلين اللي عندها عليهم وين وين ما تقابلوش ونزلت دمعة من العين على المتوفين غزر لها السي بكار وقال لها تصلي على النبي يا حبيبة
اليوم نهار عيد سلام، ما فما كان الفرح والرحمة، علاش هالدميعة تهبط؟ قلت الحق يا سي بكار، إيه الكبر مشو هاك تشوف من الفجر ينقو، كل يوم نستنى ونترجى شكون يدق الباب من الأولاد ولا الكناية ولا البنات، وشي النفع ربي إن شاء الله ربي يهنيهم ويبعد عليهم البلاء. قلت لك يا حبيبة ونعاود لك، الوقت صعب والخدمة عندها حكامها، ما تتلم العيلة إلا في الأعياد، تو بعد شوية يجي وما تقلقش من الهراج برك. ضحكت وقتها حبيبة ولمعت عينيها من الفرحة، وتفكرت اللي بعد شوية مش تتلم أحفاها ولادها وبنياتها وحفادها. الدويرة مسيقة مبسطة، الفلة والنعناع والحبقة مسقية، واللي يدخل من صغيرات الجيران ويعيد ياخذ مهبة هدية. هكيك شوية شوية وبدا الخير يهل، وجوه ولادها الطل لنساب مكستمين والصغار مزينين والكناين منورين والذهبات تلمع من رقابي وليدين، وصحونات الحلو مغطين والكل على حافة البنك قاعدين. هكيكة وبدت تخدم العينين، اش فما شقفة التليفون، اي نعم شقفة التليفون مركزين، الصغار والكبار جامدين. جابت للحبيبة الملوخية سخونة ومعاها خبزة الدار. يا سلوى يا حبيب يا عبد الجليل يا أم، لا حياة لمن تنادي، جثة على كراسي مرمية ولا عقل سارح في ميت مثنية، اللي تبع في مصايب العالم واخبار الحروبات، واللي تتفرج على عروض المبيعات، واللي تضحك على تفاهات الانستغرامات، اما الصغيرات عينيهم مرشوقة في التيك توك، تيك توك تيك توك. هزت عينيها حبيبة تلقى روحها قدام منقال دارهم، اتعدل في الوقت، المنقالة اللي في المجلس منصوبة موبيليا غالية وعزيزة، لوح بلنس وقلبها نحاس يلمع من ورا البلار. غزرت للمراية تلقى روحها رجعت شابة بنت 17 سنة، شابة، وسمعت صوت جدها الشيخ عليا السراج يناديها ويقولها برا يا حبيبة نادي لي أمك عندي ما نحكي معاها. هكيكة وتسمع في الباب يعزق بالقوي، وتشوف الشيخ عمر كبير الحومة يدخل ولد عمها الهادي مزقزقة زقزيق كيف فرد لحمة، وهك الطفل يبكي ماكل كفوف باهين من عند الشيخ عمر اللي قالها شد أمها وقالها أمه وقالها شد وليدك يا بنتي راني ما زلت نلقاه يفرني في ما الشيش مثل حومة راني نتفهم معاه. دخلت أمه وهي حاشمة من الشيخ، الشيخ الكبير عنده قدر في الحومة، هكيكة وتلمت نساء الدار، نساء العمومة وامها فطومة وماماتها راشقة الفوطة في السروال تسول وتجول، وتلموا الكل في النوالة، النوالة اللي اسمها الكوجينة تو. الليلة ليلة 27 دار العروس جايين مش يجيبوا الموسم. هكيكة وخالتها منوبية الحلوانية دخلت اتصغرت من راس النهج، اتنحالها السفساري لحرين من باب الدار، والدار اتموج موجان وطول الديدبان، اتنصبت على الكريسي وتمدلها الجلد تفرش حتى لين قعدت، وبدا حلين الحلو، ناس تصنع وناس تقلي في الفطاير المسمنة والصمصة، والصغار والعزاب يهزوا للكوشة في الطبقات، والسينوج مذرور في كل طبق وركن، ما تسمع كان الصلاة على النبي والتعشيق والصغاريت تقط، صلوحة الفدلاكة تتزطط على شلفتها يترشق عين العار، اشني هالكعبة الغريبة اللطف قد الظلفة، اسمعني الضيف جايين خي اسمها صوابع فاطمة، هذه ما عادش صوابع فاطمة اللطف يا ربي، ولا تسبع صوابع دحا والغولة،
وهذيك ما عندها وين يدور الريح، تمشي تجري هكي بختة تشكي لحمايتها، ريت 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 فطومة اش عاملة فيا، ردتني مانيش مقدية، وهكي لحماية تتبرسس وتسكت. وامك منوبية اللي كانت في دار النقاش تعاول فيهم على تركيح وتزيين الكنستوات متاع الموسم اللي جاييهم، وهما يبتبتوا عليهم، وهي قدرني قدرك الله تبتر في الحكاية تقتيل، وتوصي في حبيبة العروسة على سلفة الصغير اللي متاع ربي قتلها، رد بالك راهو مصولح ومش باهيلك كان تضربه وإلا تبخسه، رد بالك على سلفك الصغير يا حبيبة، وتحكي لها على جودة حمايتها، وتنبه فيها من سلفتها الكبيرة اللي تحب كان هي تصول وتجول في الدار. هكاكة وسي المختار دخل مسانية ومعاه مرت التهامي والتهامي وولادهم، مش يشقوا الفطر ويطهروا الأولاد في السيد، وجابوا معاهم الأقلال بالحلوة معبية باش يتكسروا والصغار يلموا. الدار ما تلقاش وين تشق ترشق لبرا، جات الهدية وتلمت العيلتين والأحباب والأصحاب، ودار الحلو هكيكة. وحليمة مرت عم حبيبة هزت العيطة من نوالة، وقيل من تعب حلان الحلو قام بها الحس، جات القابلة طبعوا بها للعلي، ناب عليها ربي بطبقة بنت عمراء، ولادة مسهلة جابت طفل قد الفلقة، الصغاريت مسطح حتى للدار، سماوه عياد خاطر تولد وجوه عيد. اتعدى شريط الذكريات قدام حبيبة محلاه وما أعزه، شريط طويل مرات فيه كان صور جميلة وكل خير، ما فاقت منه كان على صوت حفيدها لؤي يقولها أميمة التليفون مش يطيح لي شارج، وريني البريز وين. دم نجيب يعني رحلة، هذه كما قلنا رحلة عبر الزمان. نحب نرجع معك من اللول، من اللول بديت بمثل، شنو المثل اللي بدينا بيه من اللول؟ المثل اللي بدينا بيه هو عروسة ونافسة وليلة عيد. شنو تفسير المثل هذا خاطر نسمعه برشا مرات الحقيقة؟ المثل هذا يا حسام يختصر الحياة العائلية في المدينة وفي الريف أيامات العيد، هو اختصار للي يصير الكل. أيامات العيد كما كنا نحكيه من العشر أيام الأواخر يبدأ اللمات والحفلات والماسم تجي والطهورات ليل 27 خاصة الماسم، خل نغزر النوفل شوية، خاصة الماسم ربي عودها برشا مرات الكلمة هذه، خلي ركز معنا نوفل شوية، حط يدي على راسه الموسم، أغزك مش حط يدي على راسه حتى وما هزش الموسم يا نار يا نوفل يا نوفل مش نحير عليك ببليلي ليلي هو تحل عليه ببلي صحيح. دونك الحقيقة عملنا رحلة عبر الزمن لأنه بالحق محليها كانت اللمة متاع العائلة، رو نتصور أنه العادات هذه لا تقتصر على القروانة كهو، نتصور أنها موجودة في 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 كل عائلة تونسية يعني براتيكمون، لكن انا متاكد اللي هي قاعده تتفقد بشويه بشويه. اليوم كما قلت انت معناها كما حكيت بكري جبت شويه على انستغرام التيك توك مواقع التواصل الاجتماعي بصفه عامه اللي بعدونا شويه، معناها اليوم ولا العيد يقتصر فقط يعني على اني نبعث لك ميساج على الميسنجر نقول لك فيه عيدك مبروك، وساعات ميساج بس اللي معناها هو بيدو يتعاود للناس الكل ما ستلاست بالضبط هذا هو. دونك اليوم العائله القيروانيه والعائله التونسيه ما عادش تتلم كما قبل، لكن احنا ماذا بينا لو كان ترجع اللمه هذه، ترجع اللمات العائليه خاصه باش نقويوا العلاقات الاسريه، يعني هذا هو الهدف الاساسي انه تقويه العلاقات الاسريه وخاصه زاد ان نحافظوا على صله الرحم. بالطبع تو صحيح باهي التقدم باهي التطور باهي التكنولوجيا هذا ما نجموش نشكوا فيه هذا، لكن زعما تجعل هذايا باش يبعد العباد على بعضها، تي ولات حتى الاخوات راهو بالميسنجر يعيدوا على بعضهم، راهو معناها حتى الوالدين الجده ولاو معناها ما يتزاروش، حتى كان يتزاروا تبدا الناس الكل مصفه، مشهد معناها مزري بالحق، الناس كل شده البورتابلوات وكل الجده قاعده حاطه يدها على خدها مسكينه ماهيش مواكبه العصر، شنو هذا هي مره كبيره ماهيش مواكبه
العصر ما ميم با معناها تقول لك كيفاش قاعدين يعملوا. اما فما حاجه اخرى زاده اللي في الحقيقه لازمنا نرجعوا نحافظوا عليها ولازمنا تزيين البلاد تزيين المدينه القروان في العياد وفي المناسبات وفي الاحتفالات الدينيه لازمها ترجع تتزين نجيروا كما قلنا بجير العربي ولا ندهنوا ولا كشرايط نتاع الاوانب هذوكم اللي يكونوا موجودين يتكلفوا ولا ما يتكلفوش هذوما حاجات لازمهم يكونوا موجودين باش نعطيوا رونق خاص يعني للبلاد خاصه في الاحتفالات هذيا والمناسبات الدينيه وخاصه انه جيونا عدد كبير من الزوار يعني انت تعرف العشر ايام الاخرانيين من شهر سيدي رمضان حتى نكشف ليله 27 راهم يجيونا معناها من مختلف مناطق الجمهوريه ومرحبا بالعباد الكل يعني كما كنت تحكي انت اللي احنا رانا مضيافين معناها ديارنا راهي مفتوحه للناس كل اللي ما يلقاش وين يبات راهو يدق على اي دار قيروانيه يبات وياكل ويتعشى ويفطر ويلبس ويتغطى وما يخصه حتى شيء حتى يقعد جمعه ولا شهر ولا حتى شهرين راهو ما يكلموا حتى حد وما يتلفت له حتى حد وهذه حاجه على الاقل مازلنا محافظين عليها نوعا ما شوي خليني نعرج انت جبت يعطيك الصحه راني القروان راي معناها مهد الاسلام في افريقيا راهي مش نقعد ديما نعاودوا ربيعه ثلاث ما نحبش نقعد نعاود فيه لكن بلاد متسميه على الدين الاسلامي وملزومين نحن كما نعرفش كعباد ولا كمسؤولين اللي نحافظوا لها على الرونق نتاع هذيك زينتها زرابيها اللي في السوق تبدا منشوره على عندها معناها مسحه نتاعها خاصه ماهيش موجوده في كل مدينه شئنا ام ابينا القروان تبقى القروان هي مناره اسلاميه على كامل افريقيا ما يضاهيها كان في الجزيره العربيه المدينه ومكه والا في المشرق العربي بيت القدس اكاهو يلزم تبقى تحافظ المسؤولين هذا رجاء مني انا فقير لله يفرحكم بربي بربي فرد مره ما دمنا حكينا شويه بالحق. فرد مره نتلفتوا للسوق نتاعنا بربي ونشوفوا السوق نتاعنا ونرموا السوق نتاعنا نيه السوق يا حسين السوق نتاعنا راهو مات ما عادش عندنا سياح كيما قبل اللي كانت تقف في باب جلادين ما عملوا لهم التروتوار عاد قلت الكيران اللي كانوا ياخذوا لهم السياح اخزر انت الاحوان انت اللي سكرت لزارتيزانا معناها اللي تاثروا من النقص هذا نتاع السياح اللي يدخلوا للاسواق نتاعنا فهذا بالحق هو رجاء او نداء او كيما يحبوا هما يفسروه هذا مستحبب هذا لازمنا ليه هو لازم تكون فما حلول عاجله وجذريه لانه عدد من العائلات اللي ولو انه مش موضوع حصتنا اليوم لكن ما دام اتاحت الفرصه خلينا نقولوا العدد من العائلات اللي كانت تضرت عباد عندها ديزارتيزانا وسط راجل عنده علاش نبعدوا راجل عنده ارتيزانا توا مسكن مريض بالسكر وبغلظ الدم لو كان مشو مثلا انا نخدم راي معناها صغيره تعويله رانا مشو معناها كلي قاعده العباد اللي تضروا معناها في من العباد اللي تضروا كومبليتوم معناها تقلب الحانوت اللي كان محليه جلد وكل المصنوعات الجلديه وكل الحاجات اللي محليه ارتيزانا توا دورها معني بيبلو حاجات ومريض مرض والمرضى ما نحكيش على روحي نحكي على الاحوانت اللي في السوق الكل بالضبطي هو انا قلت لك عدد من المحلات حتى من جهه ربي واحد فما برشا عباد يعني سكروا حوانته فما اللي سكروا فما اللي بالضبط فما اللي تبلع في هذاك علاش احنا ماذا بينا لو كان نلقاو حل باش نعاودوا ايه حسام يا رحمتي باش نقوموا نعاودوا يعني نحييوا السوق نتاعنا والاسواق القيروانيه نتاعنا ويرجع والسكاجين بالضبط هذا موضوع اخر ان شاء الله اكيد ان شاء الله اي لابد ان باش نخصوا له حي زمن ان شاء الله في بقيه البرامج نتاعنا ونطرحوه ونحكيوا شويه على الاسواق القيروانيه نتاعنا سينو مادام نجيب يعطيك الصحه لاله على القعده الحلوه يعطيك الصحه على الرحله لا عبر الزمن خلينا نقوله لانه رجعتنا الايامات محليهم على الاخر الذكريات جميله انا رجعت لذكريات الطفوله وقت اللي نخرج من الدار نهز الطبق فوق 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 راسي ونتعدى الاولاد حومتي معناها نتعدى جيراني ونزل معايا اولاد حومتي ونمشيو للكوشه وكي نبداو خارجين من الكوشه كيفاش كل واحد يذوق معناها هذه حاجه انا عشتها في صغري ومالوروزمون تو بديت نفقد فيها على الاقل نحكي على حومتي انا على الاقل ما عادش موجوده يعني بشو فقدناها بالحق انعدمت تماما يعني في حومتي انا شخصيا نعدم تماما دونك ماذا بينا نحافظوا على عاداتنا وتقاليدنا ولمناتنا ولمة العائلات لانه حاجه اخرى حسين سامحني المهبه ولو صوره مضحكه تلقاه يمد للصغير هكا معناها كانه ملزوم ها خو هذا كان مد هذا كان مد هذا كان مد هذا كان مد عليه صغيرات عطيت المهبه انت والله عطيت والله عطيت
بعد جا ولد خويا ولد خويا حدايا فاميلتي الكل برا اما جا حدايا ولد خويا وصغارك صغارك اللي بهم الفايد عطيتهم ولا هذوك بالطبيعه هكا امورهم باش خرجوا البارح هما ما عادش صغار انا ولاو عزاز امورهم ان شاء الله ربي يفضلهم ان شاء الله ربي يحفظهم خلي تكون عندنا قراءه في بعض التعليقات اللي جاتنا على الفيديو لايف اللي مشي ديجا على الباج فيسبوك بتاعنا الحياه فهم شيء ما شبشوب بتقول لك منوره نجوبتي ان شاء الله عيدك مبروك دونك اذا بعض التعليقات اللي جينا على الفيديو لايف اللي مشيت كما قلنا على الباج فيسبوك بتاعنا الحياه فهم مدام نجيب ان شاء الله عيدك مبروك ليك وكل العائله ونخلي لك المجال اذا كان عندك حد تحب تعيد عليه نعيد على كل أحبابي وأصحابي زملائي في المدرسة جيراني حومتي الصفيحة البية ربي لا يخليها جيراني الكل اللي حبوا نجيبة وفاميلتي واللي كنتي حسين والناس اللي تحبني الناس الكل نهدي لهم قبلة حارة قبلة محبة يعطيك الصحة لله الشكر ليك ديما تنورنا بحضورك بحضنا نحب نشكرك أنا زادة كيف مدام نجيبة لالتزامك معنا في برامجنا على مواجهة الحياة فانتيلة أشهر سيدي رمضان لأنه مدام نجيبة في فحل عامبر كل سبت وحد مع مريم وسوار أنا نشكرك على التزامك معنا تيلة أشهر رمضان وهذه أقل حاجة نجمو نقوله لك ونجمو نقدمه لك سينو يعطيك الصحة يا لله احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار في سبيسيال عيد من توا حتى النص نهار خليكم ديما برونشي معنا خليكم ديما في الاستماع نذكر العباد اللي يسمعوا فينا اذا كان عندكم حد عزيز عليكم تحبوا تكلموه تحبوا تهنيوه بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك 70-35-120 ولا تخليوا لي كومونتير نتاعكم على فيديو لايف اللي نشوف ديجا على الباج فيسبوك بتاعنا الحياه فهم ريان يوسف ورجعين بعد شويه اثناش دقيقة بعد الأحداث أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا من جديد مواصلين معكم البرنامج في سبيسيال عيد مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى النص نهار أكيد باش يكون عندنا زيارات في مختلف معتمديات ولاية القيروان وكما نعرفوا أنه كل معتمدية والخصوصية نتاعها خاصة في علاقة بالاحتفال بعيد الفطر المبارك هذاك علاش الناس الكل مع بعضنا باش نشدوا الرحال نمشيو لمعتمدية حافوز باش ناخذوا فكرة على الأجواء الاحتفالية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يحضر معنا مباشرة عبر الهاتف زميلنا وصديقنا ومراسلنا في حافوس عبد الحميد السالم يا سيدي صباح النور ومرحبا أهلا حسام تحية إليك وإلى كل زملائك الفاضل الذين عودونا على الإبداع وعلى الإمتاع والمتواجدون في أروقة الإذاعة أو في مواقع الخبر والفرح وتحية كذلك إلى كل متابعينا عبر أفواج إذاعة الحياة السلام وكلهم إن شاء الله يحبكم مبروك أعاد الله علينا وعليكم بالخير والبركة والأمن والأمان أمين. والإزدهار لوطننا العزيزة تونس الخضراء يعطيك صحة سي عبد الحميد الساعة قبل ما نواصلوا عندك مشكل في الضغط يصوت فيه نوع من التقطعات ما عارش إذا كانت نجمش تبدل نحاول البلاصة أي بالضبط إذا كانت نجم تحاول البلاصة مش يكون الصوت واضح لنا وللعباد اللي يسمعوا فينا سينو سي عبد الحميد نحكيه على الأجواء الاحتفالية نحكيه على أجواء عيد الفطر المبارك وكما قلت أنا في البداية أنه الأجواء الاحتفالية في ولاية القيروان بمختلف معتمدياتها وفي تونس ككل لكن نحكيه على مستوى ولاية القيروان كل معتمدية والخصوصية متاحة في علاقة بطريقة الاحتفال بعيد الفطر المبارك هذاك علاش من خلالك أنت باش ناخذوا فكرة على الأجواء الاحتفالية في معتمدية حفوز نعم حسام نحن تقريبا وكبنا كل مراحل الاحتفال بالعيد في أوقات زمنية متقاربة نسبيا مرحلة 27 يعني ليلة 27 من رمضان مرحلة ليلة العيد ونختمها اليوم إن شاء الله بالأجواء أجواء العيد كما ذكرت وما بعد العيد نظرا لما تكتسيه مشاعر البهجة والفرح من انعكاس ومردود إيجابي على صحة ونفسية الإنسان الحمد لله حسام الذي صنع فيه الخالق ربحا فسيحا وبديعا لخلقه فرحة تتجدد مع دوران ساعة الزمن لنعيش فيها كل الأسر تقريبا تعيش فرحة العيد قد تكون الأفراح في مدينة حافوز متشابهة يا حسام مع بقية المناطق والمدن المجاورة هناك حركية كبيرة على مستوى الشوارع الرئيسية وكذلك الفرعية تسمع فيها خلال الألماط الموسيقية أقوى حتى من أصوات الباعة الذين احتلوا تقريبا كل الأرصفة المذكورة لعرض بضاعاتهم المتنوعة أما الغلال أما الفواكه وبالخصوص الألعاب والحلويات وزاد ثم الانفراج من ناحية الأسعار هذاك اللي خلى ربما جميع المواطنين يحبوا يفرحوا العائلة نتاعهم بمختلف البضائع هي موجة حسام عارمة قد تجعل المرأة وربة البيت قطع حررت ولو نسبيا
من مشاق تحضير اصناف المأكولات عند الافطار. ايوه وانت راني نساند بكل المساندة. هذاك كنت باش نسالك كنت باش نسالك كان انت خلينا نبدا بك انت خلينا نبدا بك انت اعطيت حق الملح. انت محامي شرس يا حسام تدافع على حق المرأة في الملح. هذه ابسط حاجة نجموا نعملوها للمرأة اللي تعبت واللي صنفت واللي وقفت في الكوجينة باش تحضر لك. يا سي عبد الحميد انت باش تحضر لك شهويك وباش تحضر كل مرأة باش تحضر شهوي العائلة نتاعها. دونك ابسط حاجة نعملوها راهو الفايده مش في القيمه، الفايده في الجيست. نعم انه نعم. انه تكون يعني جيست باهيه للمراه. نهار العيد يعني هو نهار فرحه بالضبط، لا اكثر ولا اقل. بالضبط. اي خليني نسالك انت في الامور المعنويه هذه على الاقل. قمتش على الاقل عطيتش هديه، عطيتش حاجه المدام ربي فضلها لك، راهي تصنف لك شهر سيدي رمضان الكل. دونك على الاقل أسيدي اسمع انا راني داخل. اسمعني عبد الحميد، انا راني داخل بالصلح وما نحبش نعمل لك احراج مع المدام. راه اسمع استر ربي نعم في المرسله والمدام بعيد علينا شويه. ربي يفضلك اسيدي. يعيش بارك الله فيك، ان شاء الله العاقبه ليك ان شاء الله حسام. اسمعني، هو ثمن الهديه بيني وبينك دفعناه للنظاره والحضاره واللي يبيعوا في الحوت واللي يبيعوا في الغلا يا صاحبي. زاد وزاد فرحنا السيارات، وقت فرح السيارات كان فرحنا المراه. والمراه وقت اللي زاد تدخل الكوجينه تلقى كل شيء متوفر. زاد أيوة. الحمد لله رب العالمين اللي ما تعناش. ربي يدوم النعمه، ربي يدوم النعمه، ربي يدوم النعمه ان شاء الله وان شاء الله. ايوه كما لاحظنا هناك زاد انشراح على ملامح الرجال. ايوه شعروا زاد اللي هم زاد مساكين تخلصوا من المصاريف اللي ذكرناها في عديد المراسلات مع زميلتي مريم، خاصة في الأيام الأولى من رمضان كانت الأسعار قصرنا من غلاء الأسعار صحيحة. نعم كانت مرتفعة جدا. ثم ناس زاد للأسف الشديد بعض الباعة مشانوش يعني ما شافوش مفهوم شهر رمضان اللي هو شهر الرحمة، مش نسكن على بعضها شوي وتكون على الأقل نسبة المرابيح نتاعهم على الأقل تكون مقبولة. ليلة العيد حسام. ايوه الحاجة البارزة اللي في حفوز هو المقهي تعبت تبارك الله بالحرفاء من الرواة ومدة والحرفاء نتاعها وبقات مفتوحة إلى ساعة متأخر الليل. نجم تقول جمعت ما بين فترة الإفطار وفترة الإمساك حتى ما بعد الإمساك. في المقابل في الجهة الأخرى هناك فسحات للعائلات، ثم عائلات تخرجت باش تبردوا شوية زادة. أيوة بالله بالمناسبة يا حسام، خاصة العائلات راهو ما عندناش تفتقد إلى مرافق وإلى مساحات عائلية ترفيهية. احنا نطالبوا عبر أمواج إذاعة حياة أف أم من كل المسؤولين سواء على المستوى المحلي ولا حتى على المستوى الجوي ولا حتى على أثرياء المدينة اللي يحبوا يستثمروا، بدأ بينا زاد يرعوا الجانب هذايا من حقنا زاد كعائلات وكوليدات وكبنيات باش يلقوا مساحات فضائية باش ينجموا يستمتعوا بها. هذا على الأقل يكون متنفس لأهالينا في معتمدية حفوظ. ولو أنه مثلا خليني نكمل معاك سي عبد الحميد فقط عشان نتفاعل معاك. ناخذ مثال بلدية العلا ديرنييرمون قامت يعني بإنجاز يعني إسباس فاميليال خاص بالعائلات في معتمدية العلا، ويكون على الأقل متنفس لأهالينا في معتمدية العلا. الإسباس هذا كامل وشامل يعني فيه كل شيء، فيه المشربة، فيه الـ يعني البيفات، فيه الدراجح، فيه اللعب، فيه الجازون، فيه معناها نجم تخرج وتخرج العائلة متاعك على الأقل. ونعرفوا زاد معتمدية العلا كيما حفوظ كيما بقية المعتمديات الأخرى اللي مالوروزمون معناها تفتقر هذه المرافق الترفيهية. سينو هذه فقط حبيت نتفاعل معك في النقطة هذه، وإن شاء الله لما لازم بلدية حفوظ تنسج على منوال بلدية العلا وتنطلق يعني في خطر. نعرف أنه الأرضية موجودة يعني والملك البلدي موجود يعني في حفوظ، تنجم توفر أني سباس خاص بالعائلات. ولما لازم من السباس هذاك نجم نوفروا مواطن شغل أخرى خاصة، معناها إذا كان أنا باش نعمل فيها بيفات فالبيفات هذيك باش نحط معناها فما شكون باش يجي يكري البيفات هذيك، البيفات هذيك شوف قداش باش تخدم من واحد. دونك نجم نخلق مواطن شغل من خلال مشروع بسيط وما يتكلفش برشا، يعني حتى التكلفة نتاعو تكون بسيطة نوعا ما. هذا فقط يعني حل من الحلول اللي نجموا ناخذوها كسلطات محلية أو كسلطات جهوية، لأنه اليوم المعتمديات نتاعنا كل راهي تفتقر للمرافق الترفيهية يعني في الحقيقة. نعم حسين تعقيب الملاحظة نتاعك القيمة زادة فيما يخص المنتزهات على العلا ومثل الاسباس نتاع العلا، زاد ثم زاد مساحه اخرى اللي زاد مدى بينا نو بتواجدها في مدينه حاج بعيون. وعديد المرات تاتينا الدعوه من زميلنا وصديقنا صالح الزباعي
نجول تحية. وهذيك عندهم زاد فضاء مزيان برشا برشا، فيه زاد فيه سهرات موسيقية، فيه زاد بيفات الإنسان يحس بانشراح. ملك فيه. ملك بلدي راهو اللي موجود في حاجب العيون، نعم. منتزه هذاك راهو ملك بلدي، وفي شهر سيدي رمضان صاروا فيه ديزيفينمون كبيرة برشا، وقاموا حتى حركة كبيرة صارت والعائلات لقات، نعم. وين تخرج وين تمشي. حركة كبيرة يا حسام، وصدقني يعني مشيت مرة شيت أكثر مثلا من مناسبة. حتى أنا قمت بزيارته الحقيقة، إسباس طيارة برشا ذاك. ممتاز جدا، يحس الواحد بانشراح يفرط في بلدان. نتمنى كل المعتمديات تسير على منوال مدينة حاج العيون، هالفضاء المزيان هذايا، وحتى الفضاء الجديد اللي ذكرته في مدينة علاء. ثم زاد هناك حسام في ليلة العيد، زاد ثم صورة نجم تكون زاد متشابهة إلى عديد المناطق والمعتمديات، هو إقبال كبير على المخابز كما نقولوا الكوشة. الكوشة يعني خصص أوقات العمل نتاعها خاصة المسائية لاستقبال أطباق الحلويات. تعرف بنات حفوص عندهم زاد خصوصية، الغريبة والبشبوت والصمصة، يعني كيف حلويات حلوي العيد حلويات صحيح. هناك أيضا زاد في المقابل عائلات أخرى يقوموا بإحضار الحلويات بالمنازل نتاعهم بالاستعانة بالأقارب وحتى بالجيران، وهو يولد نوع من اللحمة وبين سيلة الرحم وبين يعني حسن المعاشرة ما بين الأسر التونسية وما بين مثل الجيران. يبحث ويتموا الساعة الأولى يعملها في دار فلان، الساعة الثانية يعملها في دار فلان، وتلقى كان الابتسامة موجودة والضحكة موجودة والفرحة موجودة عند الكبار وعند الصغار. هناك صورة أخرى حسام لحظة الليالي الأخيرة من شهر رمضان، هو حملة النظافة والصيانة لأصحاب المطاعم. أصحاب المطاعم ثلاثة أيام قبل أربع أيام يعني من العيد يلفوا المحلات نتاعهم بطبيعة الحال، هم كانوا في شهر كامل عطلة، يستعدوا ما بعد رمضان باش يحلوا المحلات نتاعهم نتاع المطاعم. ممتاز. ليلة العيد حسام يتزايد الإقبال على اقتناء البضائع المعروضة بطبيعة الحال. علاش ما تزيد يكون القائل رغم المصاريف في رمضان؟ لأن ثم عندنا وليداتنا، عندنا الطلبة والطالبات، عندنا العمال الكادحين، عندنا الموظفين اللي يخدموا خارج مدينة حفوص، يعني يجمعهم العيد يروحوا بطبيعة الحال قبل ما يروح دارهم يسمو يقتني الحاجة اللي هي تفرح الكبار وتفرح الصغار، باش يعني يتم الفرحة تكون كاملة في العيد. بالنسبة لصباح العيد حسام، أيوة. تخف الحركة تبرح شوية في معتم بيتحفوظ باعتبار أنه العباد تمشي تعايد على بعضها والعائلات تمشي يعايدوا على بعضهم والعباد تمشي تصلي صلاة العيد، دونك لوجيك برشا. أما ما تمش حركية في وسط المدينة، تم تقول حتى من المقاهي تفتح لبعض لأقليه من الحرفاء، وبعد تزايد الحرفاء هذوما زاد يزايد أغلب زاد المحلات الصباح ممكن يصلوا في الليل يخدموا زاد خدمة كبيرة الصباح تلقاهم ما يحلوش على بيتها يحسوا اللي كان مع غرور الوقت ما تمشي شوي. من جهة أخرى حسام لاحظنا حركية ونشاط على مستوى الشوارع والطريق المؤدية إلى المقابر، ناس باش تمشي تدعي وتمشي تطرحها مع الأبواب. بالمناسبة نترحم على كل أحبابنا وعلى كل أقربنا وعلى كل إنسان عزيز على كل التونسيين، ونتمنى باش يعمل خير للبلاد، وإن شاء الله يا حسام إن شاء الله ديما تونس بخير. أمين يا ربي، إن شاء الله ديما تونس بخير. وهذه هي يعني الأجواء الاحتفالية، زادة كيف نتصور الحركة الاقتصادية تحركت نوعا ما على مستوى معتمدية حفوز، باعتبار أن أغلب المحلات يعني تحلوا، الناس معناها مقبلة على شراء لباس العيد لجوي بالنسبة للصغيرات، نتصور أنه فما حركة اقتصادية زادة كمان في حفوز. نعم حسام، نعم بالضبط، نعم. يعطيك صحة، يعطيك صحة، شكرا لك، شكرا سي عبد الحميد، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات، إن شاء الله عيدك مبارك سيدي أنت والعائلة كل، وعيد مبارك على كل أهالينا في معتمدية حفوز. شكرا لك سي عبد الحميد سلمي، كان معنا مباشرة مراسلنا من معتمدية حفوز لنقل الأجواء، أجواء عيد الفطر المبارك، إن شاء الله عيد مبارك على كافة الأمة الإسلامية. بي برشا كيف نخرجوا بالغناء القروي، بي برشا كيف نشجعوا شبابنا على مستوى ولاية قيروان، ادم اللبان الشاب القيرواني في يا صاحبي الجاه، ورجع بعد شوية. رسول الله يا سيد سكن القروان واللي زور.
أم زين الجمالية وصلنا معكم 39 دقيقة بعد لحدش. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا من جديد. سلام عليكم الناس كل وين ما يوصلكم صوتنا. نعيدوا عليكم زادة الناس كل الناس اللي اختارتوا تابعونا على 93 وبينترو دبلو في وراديو الحياة فام فونات. زادة نعيدوا على العباد اللي اختاروا تابعوا البرنامج على الباش فيسبوك بتاعنا الحياة فام. مازلنا في مواصلين في جولتنا في مختلف معتمديات ولاية القيروان لنقل أجواء عيد الفطر المبارك. هذاك علاش معتمدية حافوز باش يدوا الرحال نمشي والمعتمدية بوحاجلة باش ناخذوا فكرة على الأجواء الاحتفالية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. هذاك علاش يحضر معنا مباشرة عبر الهاتف زميلنا وصديقنا ومراسلنا في حافوز عبد الرزاق بن عون. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك حسام، إن شاء الله عيد مبروك. بالمناسبة نحب نعد مناسبة عيد الفطر المبارك نتقدم بأحرص التهاني وأصدق الأماني لك ولكل الفريق العامل معك هذا الصباح. يعطيك الصحة سي عبد الرزاق، احنا زاد نقولك إن شاء الله عيدك مبارك، إن شاء الله عيد مبارك عليك وعلى العائلة الكل وعلى كافة أهالينا في معتمدية بوحاجلة. سينو الأجواء سيدي في عيد الفطر، الأجواء الاحتفالية الحركية عموما على مستوى معتمدية بوحاجلة؟ بعد سنتين تقريبا من جائحة كورونا تعود الأجواء الاحتفالات في عيد الفطر المبارك إلى طبيعتها، وكنا جميعا نتهب لاستقبال هذا العيد بما يحمل لنا من سعادة وفرح لدى كافة المواطنين في بوحاجة لهنا، وأدخل في قلوبنا السرور حيث تعادت التكبيرات أمس في مساجد وقبل المصلين على قبل من عامين ما حضروش صلاة العيد لأنه كان أقبل كثيف مدى المصلين. هذا من ناحية، كما حول عديد المواطنين إلى المقابر لزيارة الموتى وتقديم طرحهم على الموتى في مقابر، كما كانت هناك تحول بعض العائلات إلى أهاليهم، أما شكون مش يزور أهاليهم رافعين عن الحلويات والهدايا إلى لأهاليهم زيادة أهاليهم. العائلات اللمة العائلية على مستوى معتمدية بوحاجلة تقريبا، يعني اللمة العائلية موجودة في كل عيد كما قلت في البداية يعني سعد رزاق، يعني تقريبا غياب عامين تقريبا يعني كل لمة العائلية، فما بعض القرارات اللي كانت صدرت عمنا والولد عمنا في علاقة بعدم التنقل بين الولايات، يعني فما برشا ناس اللي كانوا ما تنقلوش وما عايدوش مع عائلاتهم، فهذه كانت فرصة أنهم يتنقلوا وأنه ترجع تتلم العائلة التونسية عموما. دونك فمرة أخرى زاد كيف راهو صحيح الوضع الوبائي، يعني اليوم النجم نقول وانا مسيطرين علينا نوعا ما، لكن هذا ما يمنعش انه لازمنا ديما نحافظوا على البروتوكول الصحي ونحافظوا على يعني القرارات اللي كانت اتخذت في عده مناسبات في علاقه باحترام البروتوكول الصحي. سينو ناخذوا فكره على الحركيه الاقتصاديه، الحركيه في شوارع معتمدية بوحاجة. كالعادة بحاجة كما جملت بقية المعتمديات في جهة القروان أنه تم إقبال على شراء المرطبات والحلويات بشكل عام ولا هدايا خاصة للأطفال من اللعاب والهدايا اللي تبعث السرور والفرح لدى الأطفال. تم إقبال كبير ياسر رغم ارتفاع الأسعار إلا أنه تم إقبال من المواد الاستهلاكية الحلويات هذه بسوم أسعار مرتفعة، من المقروض والغريب وغيره وغيره من الحلويات كانت أسعار مرتفعة، لكن ما بقى حتى شيء وكل الحمد لله ما بقى شيء في هو كان فما هدف وحيد، الهدف هو إدخال الفرحة لدى الصغيرات. دونك أغلب الأولياء كان هدفهم أنهم يراو صغيراتهم فرحانين، دونك مهما كانت التكلفة يشري، وهذا ما يمنعش أنه رأي هذه قاعدة غالطة نوعا ما، لأنه اليوم حاجة غالية، حاجة ما هيش في التعريف متاحة أو السوم متاحة المتفق عليه، فإنه ما هوش مفروض عليه باش نشريها، لازمني أنقطعها باش على الأقل ترجع الأسوام كما كانت. يعني اليوم رو صحيح فما عدد من الأولياء اللي مقبلين يعني على شراء الهدايا وشراء الجوية وشراء اللباس لصغيراتهم يشري، وفي نفس الوقت يتذمر يقولك خويا الأسوام مرتفعة ودرشنوة، لكن نلقاها في النهاية نلقاها هسة شيء وشيري أمور واضحة، معناها يتذمر لكن في نفس الوقت قاعد يشري، وذي هو يعني المستهلك التونسي عموما.
اكيد انه هذاك ما تنساش اللي ما دامش يمشي بالخاص العائلات اللي كانت تمشي تزور اهاليها لتمكين العلاقه بين الاسر ولترسيخ ثقافه صله الرحم ما يمشيش يديه فارغه اكيد مش ياخذ شويه حلويات هذا من ناحيه ما تنساش ان الصغيرات مهما كانت الظروف ماذا به في الرحم ماذا به فيها تمشي باش تعطي مك الجوال هذا هو البو هذا هو الاوليه بالعيد انا تشوف تزمير والفوشين وغير ذلك من اللعاب ماذا به يجتهد المواطن انه باش يوصل الحاجه هذيك يوصل الهدف نتاعو انه باش يفرح الصغيرات ويفرح العائله بحد ذاته. هذا هو هذا هو. يعطيك الصحه سي عبد الرزاق، شكرا لك سيدي على كل هذه المعطيات. دونك هذه هي الاجواء عموما على مستوى معتمديه بوحجله. يعطيك الصحه سيدي، شكرا لك مره اخرى، نقول لك ان شاء الله عيدك مبروك ليك وللعائله الكل، وعيد مبارك ان شاء الله على كافه اهالينا في معتمديه بوحجله. هذه هي رحلتنا شنو كان فيها في علاقه بالاجواء الاحتفاليه بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك في معتمديه بوحجله. احنا مازلنا موصلين معاكم المشوار في سبيسيال عيد، نذكركم تتواصلوا معنا تتفاعلوا معنا اذا كان تحبوا تهنيوا العباد العزيز عليكم سير ياسر، تنجموا تكلمونا على 70 035 120، والا زاد العباد اللي يسمعوا فينا تو نجموا يدخلوا باش فيسبوك نتاعنا الحياه فهم، حتى كان ماكش ابوني ولا ماكش عامل جيم تعمل جيم على الباش فيسبوك نتاعنا وتخلي كومونتير على الفيديو لايف اللي يمشي ديجا على الباش فيسبوك نتاعنا الحياه فهم. دونك منير حمدي جو وربوخ تونسي وراجعين بعد شويه. شافتك خنديرة وابني سمعت سبيتيرة، عيني شافتك خنديرة وابني سمعت سبيتيرة، قديش نصبر قديش نصبر. عيد وأجواء الفرحة معليكم، كنت كلمونا على 70 035 120 70 035 120، وعيد على عزيز عليك والحياة فام تفرح بيك، وإن شاء الله عيدكم مبروك على الحياة فام.